من القاهرة دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصادات الدواء وعلم انتشار الأوبئة. سيدي، هل من المعقول علميا أن تنتشر في كوريا الشمالية دون غيرها مرض غير فيروس كورونا؟ أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ سامر وكل مشاهدينك الكرام. سؤال جيد جدا. يعني احنا منطقيا ان الفيروس الحالي اللي بيسيركيليت او بينتشر حاليا على مستوى العالم هم ثلاثه، ما بين كورونا وما بين الفيروس المخلوي والانفلونزا. فسهل ان احنا نعرف نقيس، يعني نقدر نقيس البلاد المجاوره زي مثلا كوريا الجنوبيه ايه الفيروس المنتشر، وغالبا هيبقى هو نفس الفيروس. يعني كوريا الجنوبيه احنا عندنا 300 الف اصابه جديده بكورونا في اسبوع. فأغلب الظن أن هذا الفيروس هو كورونا بالتبعية. طبعا احنا ما نقدرش نجزم، لا يوجد أي معلومات. كوريا الشمالية لا ترصد كورونا، ما عندهاش أدوات كشف، بالتالي ما عندناش أي معلومات عن الحالات اللي موجودة. ولكن عندنا يعني السنة الماضية شاهد على ذلك أن برضو انتشر موجة لكورونا، وفي الأول كانوا بيقولوا هي حالات حمى فقط وليست كوفيد 19، ثم بعد ذلك في منتصف 22 ابتدوا يبلغوا عن ان يوجد حالات لكوفيد 19، ولكن تم السيطره عليها وانتصرت كوريا الشماليه على كوفيد 19. فبالقياس على ما حدث العام الماضي وبالقياس على ما يحدث حاليا في كوريا الجنوبيه وبالقياس لما يحدث في الصين، الصين حاليا عندها ملايين الاصابات في شهر واحد، فبالتالي اغلب الظن ان هذا الفيروس اللي بيسيركيليت او بينتشر حاليا في المنطقه كلها هو فيروس كورونا، اللي هو حاليا احنا بنتكلم على حالات جديده في آخر 28 يوم تقدر بتقريبا 29 ألف حالة. يعني بنتكلم في أرقام عالية، بنتكلم على أن أرقام الوفيات الحمد لله قليلة، ولكن برضو في الزيادة على المستوى العالمي. فإحنا في وسط موجة من كوفيد 19 المفروض أن هي تضروتها حاليا وتنتهي في غضون شهر من الآن. من الناحية الفنية، هل كوريا الشمالية لديها القدرة على أن تتغلب إذا ما كان ذلك من أثر كوفيد 19؟ بمعنى كمان أن الإغلاق الذي يمتد لخمسة أيام هل هو كافي؟ الإغلاق لو حدث انتشار عالي غير كافي، خلاص طالما الانتشار حصل هو حصل. طبعا الإغلاق بيبقى فعال لما يكون في حالات قليلة وأقدر أن أنا أعزل ما بين الشخص المصاب والشخص السليم، ده الهدف من الإغلاق. او طبعا يبقى في لقاحات او ادويه معالجه. طبعا الحمد لله ان لو هو فيروس كورونا، ان حاليا النسخه الموجوده من كورونا وهو متحور فرعي من اوميكرون هي نسخه ضعيفه الى حد ما، سريعه الانتشار، يوجد اعراض كثيره عند ملايين الاشخاص، ولكن وفيات قليله للغايه. يعني نتكلم في اخر شهر على مستوى العالم اللي كان سجل 52 الف وفاه فقط. بالتالي بإذن الله يعني لو ده كورونا كوفيد 19 الإغلاق مش هو هيكون السبب، ولكن السبب هيكون أن الفيروس نفسه في حالته الضعيفة. طبعا كوريا الشمالية لا تملك لقاحات كافية لتلقيح المواطنين هناك، مفيش أدوية حديثة، خصوصا حاليا ابتدى يحدث تحديث للبروتوكولات العلاجية في 2023، معظمها مش موجود في كوريا الشمالية، فهيعتمدوا على المناعة اللي موجودة عند الشعب نفسه، وإن النسخة الحالية نسخة ضعيفة المفروض في غضون اسبوعين يكون معظم الناس يعني خفت، ما عدا طبعا الناس اللي عندهم مشاكل مناعيه او امراض مزمنه او كبار السن خصوصا فوق ال 70 سنه. شاكر لك الدكتور اسلام عنان، استاذ اقتصادات الدواء وعلم انتشار الاوبئه، اذ كنت معنا عبر الهاتف من القاهره.